كم مشاهدينا الكرام، بعد ما خلصنا فقرة الأبراج ويزن التميس وحريصين دائما على مناقشة المواضيع الجدا مهمة والضرورية بالنسبة لكافة الفئات المجتمعية. قبل يومين بدأت الامتحانات اللي كان مصادف هو يوم الأربعاء، الامتحانات طلاب الصف السادس الإعدادي. طبعا نتمنى الموفقية والنجاح لكافة الطلاب. بعض الطلاب واجهوا مشاكل كثيرة من ناحية الوصول إلى المدرسة، من ناحية أداء الامتحانات، وأيضا من ناحية أعداد الطلاب الجدا هائلة. طبعا أكيد احنا راح نتكلم عن آخر المستجدات وأهم المعلومات الأخيرة بالنسبة للعملية التربوية، أكيد مع الأستاذ حيدر فاروق المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية. أهلا وسهلا بك أستاذ حيدر. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياك الله. شكرا جزيلا لكم، وإن شاء الله نتمنى التوفيق والصحة والسلامة لجميع طلبتنا ولجميع المجتمع العراقي إن شاء الله. أستاذ حيدر، حدثنا عن آخر أخبار وآخر القرارات اللي متخذتها وزارة التربية وآخر الاتصالات اللي تكون بيناتكم وبين وزارة الصحة من حيث تأمين الأجواء المناسبة لأداء الطلاب من ناحية الامتحانات. أيضا نريد نتعرف على آخر القرارات اللي متخذيها أنتم من ناحية الامتحانات للطلاب، من ناحية التساهل معهم، من طبيعة الأسئلة وطبيعة أعطاء الدرجات للطلاب. نعم، تحية طيبة لكم مرة أخرى. طاب صباحكم إن شاء الله، صباح خير وبركة. بالحديث عن الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية والتي انطلقت يوم الثلاثاء في الأول من أيلول، وزارة التربية كانت مستعدة قبل هذا التاريخ، لذلك كان هناك امتحان للمتقدمين على الامتحان الخارجي، الامتحانات التمهيدية، أيضا كانت الاستعدادات فيها بشكل جيد، ووزارة التربية لم تسجل أي إصابات في هذه الاختبارات، وإن كانت تلك الأعداد قليلة بما يقارب تقريبا 48 ألف متقدم للامتحان الخارجي. الآن انطلقت امتحانات الدراسة الإعدادية للطلبة المنتظمين في يوم الثلاثاء في الأول من أيلول. كان الامتحان التطبيقي للفرع العلمي، بالأمس كان الامتحان للفرع الأدبي، واليوم الأحيائي للفرع العلمي. أي ما يقارب 480 ألف أو أكثر من 480 ألف طالب وطالبة من المفترض أن يتوجهون، لكن هناك أيضا حصل تأجيل لبعض الطلبة لم تكتمل أعدادهم إلى الآن، الذين أجلوا عن قرار وزارة التربية. من لم يكن متهيئ بشكل كامل أو غير متمكن من أداء امتحان الدور الأول ممكن أن يؤديه في الدور الثاني، وتعتبره وزارة التربية دورا أولا له، ويأخذ كافة الامتيازات التي يأخذها طالب المؤدي للدور الأول. وزارة التربية حريصة كل الحرص على سلامة كل الطلبة، لذلك اتخذت هذه الإجراءات الصحية المبكرة. كان هناك تعاون بين وزارة الصحة وهيئة الحشد الشعبي في تعقيم وتعفير المراكز الامتحانية. أيضا هناك اجتماع على المستوى عقدة بين وزارة التربية والوزارات الساندة، وزارة الصحة، الكهرباء، الاتصالات، التعليم العالي، الصحة الداخلية، هيئة الحشد الشعبي، الاتصالات، كل هذه الجهات هي ساندة لعمل وزارة التربية في إنجاح وتأمين نعم أستاذ حيدر، يبدو أن الاتصال انقطع لبين ما يؤمن الاتصال مرة أخرى. يعني اليوم وزارة التربية وضعت قرارات جدا كثيرة، وزارة التربية اليوم حاولت جاهدة أن تقدم كافة القرارات وكافة المساعدات لجميع الطلاب. طبعا احنا أيضا لما نعاود الاتصال نريد نتكلم عن إقبال الطلاب على الامتحانات، خصوصا شهدت مظاهرات جدا كثيفة من قبل الطلاب أمام مبنى وزارة التعليم العالي، لأنه يطالبون بالدرجات أو بالمعدل التراكمي. نعم أستاذ حيدر فاروق، يبدو أن الاتصال عودنا وياك. أستاذ حيدر. أستاذ، بالنسبة يعني نريد نتكلم عن إقبال الطلاب للامتحانات. تعرف أنت في الآونة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة الطالبة والطلاب بالمعدل التراكمي أمام مبنى وزارة التربية. اليوم نريد نعرف أنه الطلاب هذول اللي ظاهروا هم نجأوا للامتحانات لما بدأت، لو أجلوا الامتحانات لحين إصدار قرارات خاصة بهم. بالتالي سيدي العزيز، نحن لا نملك أسماء الطلبة الذين قد كانوا مطالبين بالمعدل التراكمي، لذلك حتى لا نعرف إن كان هو قد التحق في الامتحانات أو لا، لكن قرار وزارة التربية ربما يكون أكثر وضوحا بمن
لم يجد في نفسه التأهل كامل أو إمكانية في أن يؤدي امتحان الدور الأول يمكن أن يؤدي في الدور الثاني. ربما معظم الذي فاتته الفرصة كان ينتظر المعدل التراكمي قد يؤجل إلى الدور الثاني كي يستفاد من أو يستفيد من هذه الفرصة بالتأجيل، يعني ما يقارب أكثر ربما من 40 يوم أو أكثر من شهر حتى يعاود الامتحان في الدور الثاني. بالتالي هذه الفرص هي تعطيها وزارة التربية، ما يهمها أن يكون الطالب العراقي مستعد لأداء الاختبارات، وتتمنى له كل التوفيق وتعده بأن مثل ما أنه لاحظنا خلال الأيام الماضية أن يكون الأسئلة كلها من المنهج وتراعي الظروف التي مر بها الطالب والمجتمع العراقي. نعم أستاذ حيدر. أستاذ حيدر، بما أنك تكلمت عن الأسئلة اللي تكون من داخل المنهج، يريد نعرف طبيعة الأسئلة وطبيعة طرح السؤال للطلاب، لأن بعض الطلاب يعانون من طريقة طرح السؤال اللي تكون من قبل الأساتذة، يقول لك الأسئلة صعبة وتكون من بين الأسطر. نريد نعرف هل هذه تواجدت هذه السنة، خصوصا احنا نمر بظرف فيروس كورونا، تعرف ان التساهلات او التسهيلات عفوا اللي قدمت لكافة الطلاب من الطلاب الجامعات والطلاب دراسة متوسطة وايضا طلاب دراسة الابتدائية، يقولون انه احنا فئة مظلوم من ناحية الأسئلة، وأنه إحنا فئة راح تظلم أيضا بالامتحانات الجاية وبالامتحانات اللي راح نخوضها في الأيام المقبلة، لأنه الصراحة بعض الطلاب شفتهم عانوا من طريقة طرح السؤال ومن طريقة اختيار السؤال من قبل المدرس وطرحه على الطالب. سيد العزيز، بالحديث عن أنه أسئلة سنظلم بهذه الأسئلة وستكون الأسئلة صعبة، هذه ليست أحاديث الطلبة إنما أحاديث من يريد أن يعرقل المسيرة التربوية. كيف يمكن للطالب أن يتكهن بوجود أسئلة صعبة أو وجود ظلم وهو لم يؤدي أي اختبار إلى الآن؟ هذا الحديث قبل الامتحانات كان أيضا هناك صفحات وهمية تشير إلى أنه عن أخبار كاذبة لوزارة التربية، وهناك صفحات دائما ما ترهب أو ترعب الطالب العراقي تضعه في مفترق طرق غير مركز في العملية التربوية. هناك جدول يكون يوم بعد يوم، هناك أسئلة صعبة، يعني ممكن حتى في عبارات أن وزارة التربية تنتقم من الطالبة. لا، ليس الحديث عن هذا الموضوع. الاختبار الأسئلة هي من المنهج المقرر، الأسئلة مبسطة، الأسئلة أكيد يعني هذا اختبار، ولا بد أن تكون هناك أسئلة شاملة. ممكن سؤال يحتاج إلى شيء من التفكير. صح. إذا كانت كل الأسئلة التي سترد في الامتحانات لا تحتاج إلى تفكير، كيف يمكن هذا أن يكون اختبارا؟ نعم. إذا كانت كل الأسئلة التي ترد في الامتحان النهائي هي لا تحتاج إلى دراسة ولا تحتاج قراءة، أين الاختبار وأين المفاضلة في الموضوع وما أهمية وجود الاختبار؟ بالتالي الأسئلة هي جميعها من المناهج، لكن أنه مختلفة عن الأعوام المقبلة من خلال الاستبيان حتى إلى آخر استبيان لهذا اليوم ضمن الدراسة الإعدادية الفرع الأحيائي وحتى بالتحديد ضمن المديرية العامة لتربية الشرخ الثانية. صباحا كنا في مركز في جامعة الفراهيدي تؤدي فيه الطالبات عن الكرخ الثانية اختبار اللغة العربية، حين تم استبيان أو سؤال الطالبات عن طبيعة ونمط الأسئلة أجابوا أن الأسئلة مبسطة والأسئلة واضحة ومفهومة. قد يكون هناك أيضا طالب يقول أن الأسئلة صعبة، بالتالي هذه المستويات الإدراكية والذهنية والعقلية لكل طالب. هناك أسئلة تكون صعبة على طالب وهناك تكون سهلة، لكن بالمجمل الحديث حينما تحدث عن المجمل هي أسئلة مبسطة وواضحة. نعم أستاذ، بالتالي هذه مرحلة مصيرية ونتمنى كل التوفيق لكافة الطلاب. أستاذ حيدر فاروق، يعني بعض الطلاب أيضا شكوا من وقت الامتحان، يقولون أنه إحنا يعني بعض الطلاب تكون بيوتهم ومنازلهم بعيدة عن المراكز الامتحانية الخاصة بهم، يقولون أنه إحنا هذا الوقت ما ينفعنا أنه وقت السابعة صباحا نشوفه، يعني صعب علينا، خصوصا أنت تعرف يعني بعض الدوائر بدأت ترجع حركتها وبعض الدوائر بدأت تزيد من عدد الموظفين، خصوصا في هذه الأيام الأخيرة، يعني لما بدأ فيروس كورونا يتراجع ويعني بدأوا الناس مثل ما نقول يرجعون الدوائرهم. أريد نعرف أنه بعض الطلاب دي يعانون من هذا الوقت اللي يكون السابعة صباحا، لأنه قلت لك بعض الطلاب تكون منازلهم جدا بعيدة عن المراكز الامتحانية، يعني هل أكو تسهيلات خاصة بهم خصوصا إذا وصل لفترة ما بعد الامتحان؟ بالحديث عن أنه الوقت وحديثك أنه بعض الدوائر
عادت بشكل طبيعي ربما أو بشكل أفضل أكثر من السابق. اليوم ممكن أنه الامتحان في الساعة الثامنة يضر الطالب أكثر مما ينفع هذا التوقيت. اليوم إذا كان الدوام الرسمي في دوائر الدولة يبدأ في الساعة الثامنة أو الثامنة والنصف، بالتالي سيكون زخم أكثر عند الساعة السابعة. لذلك قبل الساعة السابعة صباحا هو توقيت أيضا كثير من المناشدات أو كثير من الأفراد وصلت أنه توقيت جيد قبل التحاق الموظفين بدوائرهم، تكون الشوارع خالية بنسبة جيدة. إضافة إلى ذلك يكون الجو أقل حرارة مما يكون في الساعة الثامنة. كل هذه الأمور هي مراعية. اليوم يعني حتى الشمس ممكن تشرق بعد الرابعة بقليل، يعني وقت كافي. احنا نتمنى لهم الموفقة، لكن أيضا هناك مراعاة في المراكز الامتحانية من الطالب الذي يصل متأخر بعض الوقت قبل توزيع الأسئلة أو أثناء توزيع الأسئلة يسمح لهم في الدخول. بالتالي مراعاة لهذه الظروف ومراعاة للزخم الذي في الشوارع أو بعد منزل عن المركز الامتحاني. نعم أستاذ حيدر، أما بالنسبة يعني بالنسبة لطبيعة تصحيح وإعطاء الدرجة للطلاب، أغلب الطلاب يعني يسألون عن موعد إعلان النتائج الخاصة بالامتحانات الخاصة بهم، هل راح تكون لفترة وجيزة وقليلة لفترة ما بعد الامتحانات أم راح تكون فترة جدا طويلة لفترة ما بعد الامتحانات؟ لا أعتقد نفس الفترة المعتادة. اليوم أعداد الطلاب هي نفس أعداد الطلاب اللي تقريبا كل عام أو ربما أكثر، كون هناك دخول شامل هذا العام ربما تكون الأعداد، لكن الفترة إن شاء الله تكون الفترة هي نفس الفترة. وإذا ما استطاعت وزارة التربية أو اللجان الصحية اللجان التصحيح يعني إكمال هذا التصحيح بوقت مبكر، ستعلن في وقت مبكر من أجل أيضا أن يعد هناك جدول وإعلان لامتحانات الدور الثاني. نعم أستاذ حيدر، وأيضا بعض الطلاب حريصين لمعرفة الموعد العام الدراسي المقبل. هناك توصيات رفعت إلى معالي وزير التربية، كانت من ضمن هذه التوصيات حول العمل الدراسي أو حول عمل العام الدراسي وآلية العمل به. من هذه التوصيات كانت وقد استلمت نسخة من بيان وزارة التربية عن المكتب الإعلامي الخاص، كانت أنه من هذه التوصيات 15 تلميذ في الصف الواحد، أيضا يكون هناك تباعد اجتماعي، أيضا يكون الوقت 30 دقيقة بالنسبة للحصة التدريسية. ستتبعها أيضا توصيات وآليات العمل بهذه التوصيات في ظل أن هناك زخم في عدد المدارس أو عفوا زخم في أعداد الطلبة في الصف الواحد، نقص في أعداد المدارس، كل هذا رعاه وزارة التربية ولديها توصيات محددة. تعاون هناك مع المنظمات الدولية مع اليونسكو على توفير أيضا أجهزة لوحية علمية، آيباد علمي يخص المناطق النائية تقريبا والتي ليس فيها خدمات انترنت او خدمات متطوره. نعم. من اجل ان يكون هذا المنهاج الكترونيا على هذه الاجهزه. بالتالي هناك اليات ومقترحات وتوصيات كثيره في الايام المقبله ستعلن، واذا ما صادق عليها مع وزير التربيه سترفع ايضا الى الامانه العامه لمجلس الوزراء للتصويت عليها. نعم. وزاره التربيه لا تعمل بمفردها، ايضا تاخذ راي وزاره الصحه بما تقوم به، ايضا تعاونها واشراك المنظمات الدوليه. نعم. وكذلك هناك تعاون مشترك كبير بين لجنه التربيه النيابيه ووزاره التربيه للوصول الى حاله جيده في هذا الوضع. نعم استاذ، يعني واغلب العوائل يعني شيقه او متشوقه لتتعرف على تاريخ بدء العام الدراسي الجديد، لان تعرف انه بعض الطلاب نجحوا من الخامس الى السادس اعدادي، وخصوصا هذه الفتره يستغلوها يدرسون بها الماده اللي تخص السادس حتى يفلحون بالامتحانات وينجحون بها لحصولهم على المعدلات العاليه. لكن اريد اسالك انه تاريخ اعلان العام الدراسي الجديد. لم يتم الاعلان الى الان عن اي بدايه لعام دراسي جديد، اذا لم تكمل التوصيات واليات العمل في العام الدراسي لن يعلن الوقت المحدد لانطلاق العام الدراسي. في الايام المقبله سيتم الاعلان عنه.
نعم استاذ حيدر، شكرا لك واسفين على الاطاله، شكرا لك لافادتنا بالاخر المسجلات الخاصه بوزاره التربيه، وشكرا لوزاره التربيه، وشكرا لوزاره الصحه ولكل المراقبين، وشكرا لكل الطلاب الملتزمين بالامتحانات وملتزمين بالاجراءات الوقائيه، وشكرا لكافه الاشخاص اللي ساعين جاهدا لوصول كافه الطلاب بصوره سليمه الى مراكزهم الامتحانيه. مشاهدينا الكرام، احنا راح نستمر وياكم مشوارنا الصباح لهذا اليوم، نتابع فقره المطبخ مع الزميله نوره الجواهري، ومن بعدها راجعكم.